تتزايد أهمية إنتاج البذار يوماً بعد يوم، وذلك من حيث تلبية الاحتياجات الغذائية لدى سكان العالم المتزايد والاحتياجات التي تدرس وفق الإحصائيات حتى عام 2050. بالتالي تتزايد عمليات التصدير في حين انخفضت الواردات بسرعة، حتى إن إنتاج البذور في تركيا لم يكن من الممكن الحديث عنه حتى ما قبل 10 سنوات. اليوم تقوم تركيا بإنتاج بذور بقيمة 100 مليون دولار سنوياً، والهدف أن يبلغ هذا العدد عام 2023 إلى 5 مليارات دولار. هكذا تصبح تركيا واحدة من أكبر 3 دول في إنتاج البذار في العالم. إن الولايات المتحدة اليوم تعتبر في المركز الأول في العالم بصادراتها بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، وهناك 3 مناطق في هدف الشراكات متعددة الأجناس في إنتاج البذور: البلقان والجمهوريات التركية والشرق الأوسط. تركيا ستنجح بسهولة في هذا المجال لعلاقاتها التاريخية والثقافية والجغرافية مع كل من تلك المناطق. كما تم تقييم إمكانات تركيا في هذا المجال خلال برنامج البذور لعام 2011 لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إن تركيا تتابع التطورات التكنولوجية في العالم في مجال إنتاج البذور من أجل النجاح الكامل، كما أنها تنتج التكنولوجيا الخاصة بها. وقد تم عقد اجتماع برنامج البذور لعام 2011 لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في اسطنبول في ذكرى تأسيسه 50، إذ أن الاجتماع الذي حضره 80 ممثلاً من 52 دولة عضوة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قدم فيه أعضاء اللجنة معلومات قيمة عن دولهم. ووفق التقرير الذي أصدرته المنظمة بعد 17 عاماً، إن تركيا تعتبر 7 أكبر بلد في الزراعة بإجمالي الناتج القومي الذي بلغت قيمته 62 مليار دولار. كما أن تركيا تقوم بإجراء دراسات مشتركة مع كل من دول الشرق الأوسط وبلدان آسيا الوسطى في الزراعة عموماً وإنتاج البذور خاصةً.